بص بقى، احنا يمكن الحمد لله الفتره اللي احنا فيها دي كل يعني كل حلقه البدايه بتاعتها بيبقى معانا خبر كويس، وخاص تحديدا بالنادي الاهلي. بس احنا النهارده هنقول صباح النصر، بس مش عشان النادي الاهلي، هنروح شويه ونتكلم عن بعثه مصر في دوره طبعا الالعاب او العاب البحر المتوسط. امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم اكيد اللي كان بيتابعنا عن منتخب مصر، وقلنا الحمد لله منتخب الكاراتيه حصد 5 ميداليات وثلاثه فضه واثنين برونز، ويا رب 19 لعبه اللي احنا مشاركين بيهم ان احنا كمان نقدر ان احنا نحقق كل الميداليات المرجوه، واحنا عندنا فرق مختلفه. كنا بنتكلم في ده كمان في المداخله امبارح لو حضراتكم فاكرين استاذ محمد، وقلنا كمان مستنيين الذهب تحديدا من البطله فريال اشرف، واللي هيك حققتها طبعا بالفعل قبل كده، وكانت منافسات 68 بنتكلم، وحققت مرة تانية بترجع في ريال أشرف بتحقق لنا الذهبية، وحاجة كانت بجد امبارح محترمة جدا يا كريم. طبعًا عايزة طبعًا. كمان أروح ليوسف بدوي اللي حقق الذهب في منافسات وزن 84، وعايزين بس نقف شوية يعني يا كريم لو تسمح هنا، لأن لازم أقول حاجة بخصوص محمد، عفوا يوسف بدوي. يوسف اللاعب اللي هو امبارح خليني أقول لحضراتكم اتصاب في أحد المباريات واتنقل للمستشفى، المسؤولين رفضوا إن هو يخوض مباراة التنافس على الذهب إلا بعد لما يطمنوا عليه كويس كده. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ لا، هو صمم إن هو يلعب بعد ما اطمنوا عليه يعني، أو حتى قبل شوية لما الحالة تكون مستقرة، وشارك وحصد كمان الذهب. فبجد حاجه محترمه جدا. شوف الاصرار اللي احنا كنا امبارح كنا بنتكلم بشانه لحضراتكم فاكرين، كنا بنقول احنا عندنا اصرار يمكن مش موجود عند اي منتخب تاني. بجد الحق يقال ان انت تاني باقل امكانيات بتخش وبتنافس دول عندها امكانيات اضعاف اضعاف اضعافك، وبتحقق ميداليات ان لم يكن نفسها، لا انت بتحصد كمان ميداليات اعلى وميداليات ذهبيه. فالحمد لله دي حاجه مشرفه جدا. وعلى فكره لسه احنا لسه اخبارنا الحلوه بخصوص يعني هذه البطوله ما خلصتش، احنا محققين رانكينجز عاليه جدا وميداليات لسه هنقول لحضراتكم عليها.